أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج صدى الأقلام، حيث نرسل فيها أبرز ما كتبت الأقلام في الصحف العراقية والعربية وحتى العالمية، ولكن بعد جولة في أهم العناوين. جاء في إندبندنت عربية: الصواريخ الإيرانية أصابت خياما وساحة انتظار في قاعدة عين الأسد. نقرأ في العرب الجديد: ترامب: لا إصابات بالهجوم الإيراني ويدنا ممدودة للسلام لمن يرغب. نطالع في المدى: صواريخ طهران تخطئ أهدافها ونواب يطالبون الحكومة بالرد. نقرأ في الهيانت نقلا عن رويترز: إيران تعمدت عدم إصابة الجنود الأمريكيين خلال ضرباتها على العراق. جاء في موقع الحرة: مايك بنس: إيران تأمر ميليشياتها بعدم مهاجمة أهداف أمريكية. ونتصفح في القدس العربية: الصدر يقول الأزمة انتهت، ويدعو الفصائل العراقية إلى عدم تنفيذ هجمات. ونطالع أخيرا وليس آخرا في الشرق الأوسط: سقوط صاروخين داخل المنطقة الخضراء في بغداد ولا ضحايا. قالت صحيفة إندبندنت عربية أن الرد الإيراني على مقتل الجنرال قاسم سليماني في غارة أمريكية في بغداد كان منسقا مع الولايات المتحدة عبر وساطة دولية خليجية. وكشفت الصحيفة عن ترتيبات عسكرية اتخذت من قبل الجانبين خلال اليومين الماضيين لضمان ألا يؤدي هذا الرد إلى سقوط ضحايا أجانب. وأشارت الصحيفة إلى أن الهجوم الإيراني خفف الضغوط الداخلية على إدارة ترامب التي تنطلق من مخاوف التورط في حرب شاملة مع إيران. الصحيفة نقلت عن مصادر دبلوماسية في العراق قولها إن الأيام الماضية التي عقبت تنفيذ الولايات المتحدة الهجوم الذي أسفر عن قتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني الجنرال قاسم سليماني ونائب رئيس ميليشيا الحشد الشعبي أبي مهدي المهندس شهدت حراكا دبلوماسيا متسارعا في المنطقة أسفر عن توافق بين واشنطن وطهران بشأن الرد. ويتضمن التوافق تنفيذ إيران هجوما صاروخيا محدودا على عدد من المواقع التي تضم قوات أمريكية داخل العراق، بما يضمن عدم سقوط قتلى من جيش الولايات المتحدة، وهو ما حدث بالفعل وفقا للمعلومات الأولية. وأكدت الصحيفة أن حركة دبلوماسية دولية مكثفة تجري منذ يومين لترتيب رد إيراني متفق عليه ومقبول أمريكيا يعقبه رد أمريكي أقل حدة لتهدئة المنطقة، مشيرة إلى أن الطرفين غير مستعدين للتصعيد. وأضافت الصحيفة أن المصادر أكدت أن القوات الأمريكية نقلت جنودا ومعدات من مواقع إلى أخرى داخل قاعدة عين الأسد في غرب الأنبار قبيل الهجوم الإيراني بساعات منعا لوقوع إصابات في صفوفها، ما يدعم نظرية التوافق المسبق مع إيران على الرد. أيها السيدة والسادة، الصحيفة اعتبرت أن مسارعة وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إلى اعتبار هجوم بلاده الصاروخي على القواعد العراقية هو الرد النهائي على مقتل قاسم سليماني، حيث يصب في صالح احتواء الموقف الأمريكي، لا سيما أن الهجوم الإيراني انتهى من دون تسبب في جرح أو قتل أمريكي. اثنان وخمسون هدفا واثنا عشر سيناريو للرد وثلاثة عشر شرطا للتسوية، هل ما زال احتمال التسوية مع طهران واردا فيما الجيوش متأهبة في وقت رضخت إيران للتحذيرات الأمريكية رضوخا؟ فكان ردها على اغتيال قاسم سليماني مدروسا بدقة لتفادي حرب شاملة. سؤال وجيه. زهير قصيباتي يقول في صحيفة العرب اللندنية أن الصواريخ الاثنين والعشرين التي أطلقت من الداخل الإيراني لكأنها جاءت حربا صوتية، إذا صح ما قاله وزير الخارجية محمد جواد ظريف عن انتهاء ضربات الرد. الأزمة استنسخت أزمات حين اختارت إيران الرد على العقوبات الأمريكية باستهداف قواعد في العراق ينتشر فيها جنود أمريكيون،
لكنها فشلت في التخفي وراء أدواتها أي الميليشيات الشيعية التي انضوت فيما يسمى الحشد الشعبي، وحاصرت مباني السفارة الأمريكية متجاهلة مؤسسات الدولة العراقية. ولكن أي دولة حين تعجز قواتها عن ردع ميليشيات تأتمر أولاً بتعليمات النظام الإيراني وتعترف بالدولة فقط لاستنزاف شرعيتها، تصبح واحدة من مؤسسات نظام الولي الفقيه. بديهي أن تنشغل إيران أولاً بدرس السيناريوهات الاثني عشر التي لوحت بها للرد على تصفية البنتاغون قاسم سليماني راعي الميليشيات التي زرعتها طهران وغذتها على مدى سنوات طويلة في لبنان وفلسطين واليمن والعراق وسوريا، على الرغم من ضجيج التهديدات بعد صدمة تصفية قائد فيلق القدس وحديث الأمين العام لمجلس الأمن القومي الإيراني علي شمخاني عن الخيارات العديدة للقصاص من الرئيس دونالد ترامب، بحيث يبدو أضعف سيناريو كابوسا للأمريكيين. لا تتكتم كتائب حزب الله العراقي التي كانت هدفا للضربة الأمريكية في منطقة القائم على توضيح إطار زمني غير معلن يتدرج بالرد الإيراني أولا على تصفية سليماني، ثم انتظار ما يرتكبه الأمريكيون لتحدد الكتائب طبيعة ردها. الكاتب يقول إنه في صميم أزمة الحشود المتاهبة للحرب، فإن حال الميليشيات ليست أفضل من حال الارتباك في إيران، حيث ضجيج التهديدات لا يعكس سوى صدمة المباغة بتصفية الأمريكيين القائد المخلص للولي الفقيه، وهو الجندي الذي سلخ تلك الفصائل حتى عن أي انتماء وطني تضيق به طموحات الممانعة لتتحول إلى بيادق عصية على خيانتها. الرد الإيراني على قتل أمريكا قائد فيلق القدس قاسم سليماني جاء قوياً برمزيته، إنما ضعيفاً بنتيجته، وهو قد يفتح بالنظر إلى المعطيات الإقليمية والدولية نافذة المفاوضات مع طهران. جويس كرم يرى في موقع الحرة أن المناخ الإقليمي والدولي يوحي ببداية مسار تفاوضي بعد وصول التصعيد بين واشنطن وطهران ذروتها. هذه الصواريخ تعد أول هجوم علني إيراني من هذا النوع على قواعد فيها أمريكيون، فالسرية والهجوم بالوكالة عبر الميليشيات طبعت الاعتداءات السابقة، وهذا الاختلاف يفتح اليوم خطر الرد المباشر داخل إيران. في الوقت نفسه لم يقع أي ضحايا أمريكيين، وهذا الأمر يضع الاعتداء الإيراني في سياق الرمزية والاستعراضية ويفيد ترامب على المدى القصير. هناك أيضا تضارب إيراني في تفسير الاعتداء بين وزير الخارجية جواد ظريف الذي أكد أن الرد متناسب، والمرشد الإيراني الذي عد أنه غير كاف عسكريا. يمكن القول إن الحرب العلنية بين أمريكا وإيران منذ اعتداء كركوك في 27 من كانون الأول الفائت شارفت على نهايتها، نظراً لأن أياً منهما لا يريد الحرب المفتوحة، ولأن كليهما لديه أوراق إقليمية ومصالح يريد الحفاظ عليها. المصلحة الأكثر أهمية للنظام الإيراني هي استمراريته، بينما المصلحة الأكثر أهمية لأمريكا إقليمياً هي وجودها العسكري والبحري والذي لم يتأثر بالتصعيد. يوحي المناخ الإقليمي والدولي ببداية مسار تفاوضي بعد وصول التصعيد إلى ذروته، واقتراب انفجار الأمور في بغداد وبيروت بشكل ينعكس سلباً على مصالح كل من طهران وواشنطن. الرد الإيراني المحدود ليلاً يشجع هذه المفاوضات، وما من مؤشر بأن ترامب يريد المزيد من التصعيد. وبحسب الكاتب فإن الدول الإقليمية حاضرة هذه المرة في هكذا مفاوضات، خصوصا دول الخليج، وأي حوار سيضع أمن الخليج وملفات الصواريخ البالستية ومستقبل الميليشيات الإقليمية في صلب المحادثات. أما فشل انطلاق المفاوضات فسيعني أيضا المزيد من المراوحة والتهديدات بين ترامب وخامنئي من دون إطلاق صافرة الحرب. إذن ردت إيران على اغتيال أمريكا للجنرال قاسم سليماني كما كان متوقعا لإظهار قدرتها على التعرض للولايات المتحدة مباشرة،
صحيفة القدس العربي ترى في افتتاحيتها أن لهذه الرسائل السياسية تداعيات واضحة تكشف هزال كيان العراق السياسي وتكشف هشاشته من ناحية، واستهانة الطرفين بسيادته المفترضة واقتصاده وأرواح مواطنيه. من أجل ذلك يكشف تصريح رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي عن الهجوم الإيراني ركاكة وضعيته، فقد قال إن السلطات الإيرانية قامت بإبلاغه شفويا بعد منتصف الليل، أي قبل الهجوم أو خلاله، بأنها تقوم بعملية عسكرية في العراق. وهذا الإبلاغ يعني أن لا يد لرئيس وزراء العراق في الاعتراض أو الموافقة على هذا الهجوم على أراضي البلد الذي يتحمل مسؤولية حكمه. ولعل الرسالة الكبرى كانت أن الصواريخ الإيرانية لم تؤدي على الأغلب إلى قتل أي جندي أمريكي، والنتيجة أن الإيرانيين يمكنهم القول إنهم قاموا بالرد على عملية الاغتيال وأن العملية انتهت، على حد قول وزير الخارجية جواد ظريف، تاركين للقيادة الأمريكية أيضا فرصة الهبوط عن شجرة التصعيد، وبذلك تنجو إيران من ضربة انتقامية أمريكية كبيرة، محافظة على ماء الوجه أمام شعبها ومؤيديها. اغتيال سليماني ورد الإيراني المتناسب يعني أن المعادلة التي كانت طهران تستفيد منها نتيجة استيعاب الولايات المتحدة الأمريكية ضرباتها وهجمات أذرعها وتمددها في بلدان ومناطق عديدة قد تبدلت، وأن على إيران من الآن فصاعدا أن تستوعب ردود الأمريكية عليها وليس العكس. الصحيفة ترى أن هذا لا يعني أن إيران ستستكين، لكنها في طرق اشتباكها وتسوياتها مع الولايات المتحدة الأمريكية ستقوم بالصرف من الرأسمال العسكري الإقليمي الذي راكمته خلال عقدين من الزمن، وسيدفع العرب وبلدانهم بالتالي ثمن هذه المفاوضات بين كلا الطرفين. سلطت مجلة فورين بوليسي الأمريكية الضوء على المكاسب التي قد تجنيها إيران من مقتل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني، وقالت المجلة أن طهران ربما تنجح بحرف النظر عن التظاهرات المستمرة منذ أشهر في العراق واستعادة قوة نفوذها هناك. وأضافت المجلة أن مقتل سليماني قد يجعل تحقيق أهدافه أقرب من نشاطاته الخبيثة، وهو حي المتمثلة في إشعال حركة مضادة للمظاهرات تعيد العراق تحت سيطرة إيران من جديد وتعزز موقف مؤسستها السياسية. المجلة ذكرت أن اغتيال قاسم سليماني على يد الأمريكيين وفر فرصة للقيادة العراقية التي خسرت شعبيتها لاستعادة شرعيتها والتي تربطها صلات وثيقة بإيران وتسعى لقمع الحركة الشعبية المحلية ضدها. وتنقل المجلة عن فنار حداد وهو زميل في مركز دراسات الشرق الأوسط للأبحاث قوله إن الاغتيال قد أعطى العناصر المتحالفة مع إيران في الحكومة العراقية والنظام السياسي العراقي الفرصة التي كانوا يبحثون عنها منذ تشرين أول الماضي، وهي احتجاج مضاد وطريقة لخلق ضغط مضاد للاحتجاجات. وأشارت المجلة إلى أن العديد من الجماعات الموالية لإيران ستحاول في الأيام المقبلة استخدام أي غارات جوية أمريكية جديدة لتغذية المشاعر المعادية لأمريكا. وأضافت المجلة أن الاحتجاجات انقلبت على النظام في الأشهر القليلة الماضية وعلى الحشد، وهي الميليشيات ذات الغالبية الشيعية بكونها جزءا من هذا النظام، وعلى إيران بصفتها وبكونها داعما خارجيا أجنبيا لهذا النظام، إذ يتهم المحتجون الميليشيات والسياسيين المؤيدين لإيران باستخدام حملة وحشية من الخطف والتعذيب والاغتيالات لقمع التظاهرات الشعبية في العراق. وساعد سليماني نفسه بتنظيم حملة القمع على المتظاهرين في العراق. وتختم المجلة تقريرها بالقول إنه في الوقت الذي تنتشر فيه تداعيات هذه القرارات الجيوسياسية الهائلة في جميع أنحاء البلاد، يخشى المحتجون العراقيون من أن الثورة التي قاتلوا بشراسة من أجلها
قد يتم نسيانها، إذ يبدو أن الغارة الجوية الأمريكية التي قتلت سليماني قد حققت الهدف الذي لم يكن الجنرال الإيراني قادراً على تحقيقه وهو حي بحملات القمع أو التسلل. غطى حادث اغتيال الجنرال الإيراني قاسم سليماني ونائب رئيس ميليشيا الحشد أبو مهدي المهندس على باقي أحداث العراق والمنطقة، بما فيها حراك الشعب العراقي الذي ظل مستمرا منذ تشرين الأول الماضي للمطالبة برحيل الطبقة السياسية الفاسدة بأحزابها الفاسدة التي يتهمها المحتجون بالفساد ونهب ثروات البلاد، وذهب ضحيته أكثر من 300 شهيد وربما أكثر. علي أنوزلو يتساءل في صحيفة العرب الجديد: من سيثأر لشهداء حراك العراق؟ يتحدث كلهم اليوم عن دم سليمان وثمنه وينتظر الثأر منه، وهو إن حدث فعلا سيزهق معه أرواحا كثيرة، سيكون أغلبها من الأبرياء ممن لا أحد سيأبه بقتلهم لأنهم وجدوا في المكان والزمان الخطأين. وفي المقابل ستزيد الأمة الحالية من تدويل المسألة العراقية وبالتالي استمرار رموز الفساد أنفسهم الذين خرج العراقيون لإطاحتهم، فالمستفيد من إعادة العراق إلى دائرة الصراع الإيراني الأمريكي بل وتحويله إلى ساحة لهذا الصراع هم القادة السياسيون العراقيون الموالون لإيران، والقادة السياسيون العراقيون الفاسدون الذين يحميهم الاحتلال الأمريكي. وللمفارقة فإن الوجوه نفسها التي كان المتظاهرون يرفعون صورها في شوارع بغداد للمطالبة برحيلها هي التي رأيناها تتصدر المشهد بعد قتل سليماني ورفاقه، سواء في المواكب الجنائزية أو داخل البرلمان العراقي أو في وسائل الإعلام. والغائب الأكبر في كل ما يحصل اليوم في المنطقة هو أيضا الخاسر الأكبر من هذه المعادلة، وهو الشعب العراقي واحتجاجه السلمي الذي تراجع الاهتمام به إلى الخلف أمام قرع طبول الحرب التي لن تقع حتما، لأن أصحاب المصالح الكبرى لن يتحملوا كلفتها ولن يتكبدوا خسارتها. إذن بعد 500 شهيد الكاتب يقول إنه في حال الصراع الإيراني الأمريكي، فإن من عانى وما زال يعاني منه هو الشعب العراقي الذي لم يطالب أحد بالثأر لشهدائه الذين سقطوا خلال التظاهرات المستمرة منذ 3 أشهر. بعيداً عن السياسة، دخل أول قطار ذكي بدون سائق بالعالم في الصين إلى الخدمة، وبدأ بالفعل رحلاته في أواخر كانون الأول الماضي في الصين ضمن الخطة الصينية الرامية إلى استخدام وسائل مواصلات ذكية وفائقة في السرعة. وقالت صحيفة الخليج الإماراتية أن القطار يربط العاصمة بكين بمدينة شانجياكو التي تقع شمال غربها بطول 108 أميال، ومن المقرر أن تستضيف هذه المدينة الألعاب الأولمبية الشتوية بعد 2 عامين. وينطلق القطار الجديد في رحلاته بلا سائق، وتبلغ سرعته القصوى 350 كيلومترا في الساعة، ويتوقف في 10 محطات منها ما يطل على سور الصين العظيم. واستغرقت عملية بناء السكة الحديدية المخصصة للقطار 4 سنوات. ويقلص القطار الذي وصف بالرصاصة يقلص الوقت اللازم للسفر بين المدينتين من 3 ساعات إلى 47 دقيقة فقط. ويطلق على القطار وصف الذكي لأن عرباته مجهزة بخدمات الجيل الخامس وحساسات تجمع المعلومات بشأن الرحلة وتتبع أي مشكلات تقنية. متابعة ممتعة مع الكاريكاتير.
ختاما لكم التحية وإلى اللقاء.